الاستاذ نعيم حمدي وعلمك انت كوريات. يا دخيلك انت الثاني كله بشبه بعضه. ليكي بابا بدي اياكي هيك تطلع الاولى، بدي ارفع راسي فيكي، بدي هيك شوف حالي. ايه انت قبريني شطوره انت. ها خير ان شاء الله. الو. نعم نعم، هون بيت المواطن نادر جبرتي. مين سيدنا؟ نعم سيدنا نعم، خلص نص ساعة مكون عندك. لا 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 سيدنا، طيارتها بكرة، بكرة إن شاء الله. بأمركم سيدنا، بأمركم. مينو هاد؟ ولك هذا أبو عراك. أبو عراك مع غيره؟ شو اسمك عمو؟ رشا نادر جبرتي. شو في رشا؟ في مسؤولية وطنية وقومية ومحلية وإقليمية كتير كبيرة ملقاة على عاتقك، وانت ما رح تمثلي بس الوطن والمواطن، انت رح تمثلي كل جماهير أمتنا العظيمة بهالمهرجان. مشان هيك أقل من الميدالية الذهبية والمركز الأول ما رح نرضى، خاصة بهالفترة الحرجة والمنعطف التاريخي والظروف الدقيقة والوضع الحساس يلي بتمر فيها أمتنا. خليكي واثقة من نفسك واثبتي للعالم إنك حفيدة زنوبيا وخولة وجوليا دومنا وهالة شوكت. ومن هلأ بحذرك من إلحاق الهزيمة بصفوف الجماهير، لأنه مو ناقصنا هزائم ونكسات. مفهوم رفيق رشا؟ مفهوم سيدنا. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، السلام عليكم ورحمة من لدنه وبركات. هي ذي ميادين البطولة تستدعينا إلى رحاها، فأهلا ومرحبا بالبطولة. إن الأمان من الزمان وريبه يا عقب شط بحرك الفياض، بحر بحر يلوذ المعتفون بنيله، نعم الجداول مترع الأحواض. رحبوا معنا بالرائدة على مستوى القطر بكرة الريشة، الرفيقة رشا جبرتي. إن جماهير أمتنا العظيمة أبت إلا أن تحضر هذا العرس الوطني الكبير عبر مندوبيها، والبداية مع الرفيق مندوب اتحاد الفلاحين. رفيق
أيها الأخوة والأخوات، أشقائي الفلاحين، يا جماهير شعبنا اللي عم يفلح فلاحة، إن هذه البرعمة التي وهبتها أرضنا الخير المعطاء، أها، كان لابد أن تزهر ذات يوم، وها هو الربيع الزاهي قادم، والبرعمة تتفتح وتضرب جذورها بالأعماق وكأنها سنديانة خيرة، أها، وكما قال الشاعر: خضرة يا بلادي خضرة، ورزقة فوار، محروسي بعين القدرة تبقى هالدار. ينطوا من شجرة لشجرة لينقوا كبوش، ومن راس التوت الخضرة شو جابوا عشوش. طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش، وطفلة وطفلي صغيرة يسقوا الأزهار. إن هذه الفراشة التي تتنقل من زهرة لزهرة، حاملة رحيق الوطن وخبز التنور، ما هي إلا غرسة من غراسنا الحراجية، وليسقط الاستعمار وأعوانه. وأترك الكلمة الآن لأختي مندوبة الاتحاد النسائي. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ومن جد وجد، ومن سار على الدرب وصل. إن هذه الطفلة خارجة من رحم هذه الأرض، وقد رضعت قيم وشيم الإباء والكرامة والصمود. هذه ليست المرة الأولى التي تقدم هذه الأرض المعطاء ماجدة لهذا العالم، فقد سبقتها خولة والخنساء. إذا كنت في كل الأمور معاتباً، صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحداً أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. أترك الكلمة الآن لمندوب اتحاد العمال. من نبض الآلات وهدير المحركات، أحييك إخواني العمال، وكذلك الأمر لإخوات العاملات، رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، أطفالاً أم رضع، كلكم سواسية ودون ما استثناء. إننا اليوم نحتفل بطفلتنا الفزة الأمورة السنيورة الكربوجة رشا، التي سوف تحمل اسم هذا الوطن عالياً معشعشاً مشاشعاً في الآفاق. ودامت هذه الطفلة القومية الوطنية رمزاً للعروبة والكفاح الثوري، وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول هذا البيت من الشعر في هذه المناسبة العظيمة: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهكذا أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، ننهي حفلنا هذا، بل احتفاءنا بهذه اللحظة التاريخية المصيرية الحاسمة في تاريخ أمتنا العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
معقول؟ قومي بابا قومي. عم ما بدنا نخلص منكم بقى. لك يخرب بيته على قله الذوق، لك شو حكيته؟ يلا كمان الواحد بده يتحلى. صباح الخيرات خالي. خالي انا مندوب مبيعات، وطبعا كونه انت مره كبيره بالعمر والله يخلينا اياكي ويطولنا بعمرك، فبتصور انه اكيد مالك بحاجه لمكياج، بس لمطبخك بتلزمك هي السكينه، طبعا خالي هي السكينه. خالي خالي شو صار لي؟ خالي ردي علي مشان الله. خالي والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي، اذا بدك مكياج خلي. خالي مشان الله ردي علي. استاذي انا كثير اسف على الازعاج، طبعا استاذ انا بكون كثير سعيد اذا بتسمح لي اخذ من وقتك شوي. استاذي انا ما حسالك اذا كنت انت متزوج او لا، لانه اذا مانك متزوج فانت اكيد خاطب، واذا مانك خاطب فانت اكيد لك علاقه خاصه هون او هون، يعني استاذ نحن شباب وبنفهم على بعض. بس انه يا اخي خلص خلص انا لحالي عرفت شو بدك استاذ، طبعا الشاب منا شو بحب يشوف على مرته او خطيبته او حتى حبيبته، يعني استاذ يعني شويه مكياج او برفان حلو. ولهالسبب استاذ مالك حدا غير يساعدك بالموضوع. استاذ مالك اللي شو رايك استاذ حاكيني كيف بدك براعيك فيه الاستاذ؟ ما بدي احكي عينك سقيمي استاذ، انا بدي اكسب شوطك. بوسك ما بدي بوسك استاذ، ما هو لي بلاك استاذ. استاذ شو صار لك يا استاذ؟ يا روحي يا حبيبي يا استاذ يا حبيبي. لك معقولين انتو؟ وينكم يا اخي لهلا؟ ايش صار لي اكثر من ساعتين وانا عم بستناكم؟ منو انت؟ شو فوتك لهون؟ طول بالك استاذ، استاذ انا مندوب مبيعات، بس قبل كل شيء استاذ انا في عندي ملاحظه صغيره، انه في كثير هون قرص بالبيت يا اخي، معقولين انتو؟ لك كيف قاعدين هالقعده؟ بس ولا يهمك استاذ، الحل معي هون بالشنتين، جايب لك معي اللي حيحل الموضوع ويقضي على القرص كله. قلت لي قرص؟ والله رح تخلي رقبتك تنقرص قرص لهون لهون وصلت معكم. طول بالك استاذ مشان الله. طول بالك استاذ، وين طول بالك؟ بهدوء. إننا في هذه اللحظة انتهينا من الاجتماع الدوري للأشقاء وتوصلنا إلى بيان ختامي، وهو عبارة عن رسالة صريحة وواضحة ومفهومة لكل أطراف النزاع. عفوا سيد. هل باستطاعتكم تقديم موجز عما توصلتم إليه بخصوص قانون محاسبة سوريا؟ بكل سرور. نحن ما زلنا، لأنه إذا كان هناك فلا بد علينا بأن نقوم بكل ما يجب أن نقوم به، إذ كان لا سيما بأنه نحن هنا. سيدي ما هي الخطوات التي ستقومون بها في حال تعنت الطرف الآخر ومواصلة سياسة القمع والإرهاب؟ نحن سنرى كل ما هو يتوجب منه، لأنه إذا كنا لابد بأننا سنصبح سيما بكل ما سيحدث في تلك
عفوا سيدي، هل بإمكانكم إطلاعنا عن موقفكم بشأن محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين؟ نعم نعم، لابد بأن نكون صريحين وواضحين، إذ لابد ولا سيما بأن هناك سيكون ما هو بديل ولا مناص من ذلك كي نحاول الإيصال إلى ما هو عليه. سيدي هناك العديد من التنديدات والمظاهرات من قبل الشعب ضد أداء الحكومة، فما ردكم على ذلك يا سيدي؟ سنضربهم وسنكسرهم، وأني أحذرهم من كل تلك المحاولات، ولن أسمح بأي فعل شائن هو أم غير شائن، وإياهم أي محاولة يحاولون الإقدام بها، وسنقوم بقمع الحركات التي تحاول الإساءة إلى ما حصلنا عليه. واصل معه الشغلة للآخر، عم قلها إنه هيك لكان يا رجل. مو طبيعي صاير إذا إجت سيرة مجلس الأمن بيجعوا راسه، إذا طلع له شي خبر عن الكونغرس بصير يحك ويبلش بالأرض بلش. لك بشوف منظره وقت بيسمع بسيرة الجامعة العربية، لك شي إيه؟ يلا بلا ما نحكي هلأ. طيب من إمتى بلشت معه هاي الحالة؟ أول ما بلشت سنة 48 إجا قرار التقسيم وراحت أراضي 48 وداس صاحبنا واشتغلنا. لك يا حبيبي يا تقبرني يا روحي، بكرة منرجع لك ياهن ولا يهمك. وشي إنه راحت أراضي 67 وردينا اشتغلنا من أول وجديد. لك يا حبيبي يا عمي يا عيني، لك خلص بكرة كرمال عيونك منرجع لك فلسطين كلها ياتا. وشي إنه طلعت لنا حرب لبنان وبقى في حرب الخليج الاولى ولحقت الثانيه، انه على اخر الثانيه كان مستوي يعني انه نفسه ما عطلع. يا رجل إيه قليل اللي صار فيه قليل. ايش لكن عشي اللي عم يصير هلا شو راح يصير فيه؟ حكيت اكيد هو امشي معي. لا 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 يا حرام. طيب هو كمان محملها زياده؟ انا محملها زياده، يطنش ما نفع وحملها ما نفع، شو بده يعمل يعني؟ طمنا دكتور. الله يخليك دكتور بسرعة. مشان الله احكي دكتور مشان الله. هي لك شي محاولة دكتور؟ لك انا قديش شايف حالات بتأسي بس مثل هالحالة بحياة عمري ماني شايف. لا يا دكتور. لك خالص العينتين. الله يرحمه. لك شو عاملين له انتو؟ لك الله يرحمه. ادعوله يا شباب ادعوله. ما لك خلي دكتور. دكتور مشان الله. يا حرام يا هاي احلى قهوة سادة بالمناسبة السعيدة. الله يسلم هديات. يعني خلاص تأكد الخبر؟ طبعا لكن وتأكد كمان خبر تعيين المدير الجديد. الحمد لله. سياترة شو وضعه المدير العام الجديد؟ لك ستي ثم كان وضعه يكون المهم ما يكون بيأثر الروتين مثل اللي قبله. لك يخرب بيته عقدنا بالروتين تبعه، لكن الورقة الواحدة بضل عنده قاعدة شهر، ولا ما بتسأله بقول لك يعني للدراسة والتدقيق والنظر. هي مبلوعة قدام قصة أبو نبيل المسكين، قدم قرض مشان يعمل عملية لمرته، ماتت المرة ورجع تجوز أبو نبيل مرة تانية وخلف وصار عنده أولاد كتير وكان لك لحظة لحتى كمله وبعدين بعد ما ماتت مرته تجوز صار عنده أولاد كمان والمدير لساته كان عم يدرس حالته وكتب الميزانية لا تسمح. قال لا تسمح سيدي. المهم خلصنا من الحسميات اللي هلكتنا، يقطع عمر المدير العام القديم، بس المهم ان شاء الله ما يطلع الجديد ارعى من اللي قبله. ثبكي ما بتثوفي خالطه يا مضفي. خلاص خالطه يعطيك العافيه. الله فيك. مبروك يا جماعه مبروك. بعيني هي اللي راح تاكلها الدود، شفت قرار المدير العام شالوه طاروا الحمد لله. بعد شو يعني بعد ما فلس المديريه وما خلى فيها ولا ايش؟ يخرب بيته بهالثنتين اللي قعدون ما وقع على ورقه واحده بدون ما يبلع. الا هو البلع ماشي الحال. شو نسيت صفقه الكمبيوترات ولا الحديد؟ لك حتى السيارات ما نفدت منه، المستودعات كلها سلامتك. لك المهم خلصنا الحرامي، لك الله لا يرده. اي بس ما يكون الثاني ألعن واداء رقبه. ها لك لا شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا؟ الزلمه شبعان من يومه وبيحكوا انه عنده مال ما بتاكلها النيران. وينها يا فيكتور وينها؟
يعني هلا واحد ما بيلحق يفوت على الحمام الا واحد منكم بفلسيه من ورا الطاوله؟ لك ثبت ثبت، ليش بضل صوتك طالع؟ المخلوقه راحت على القرطاسيه دي بقرطاسيه. بطلتك شو غليظ، هسه الواحد كل ما تحرك حركه بهالمكتب بده ياخذ اذن. ولك نامي انت، ابعث لك حمام هذول ثاني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي خلصنا منه خلص. تعرف المدير العام؟ لك عيب عاد شو بعد ما انشمسنا؟ لك شو بك انت الثاني شو بك؟ لك الله وكيلك صار واحد يخجل وين هو عم يشتغل، لك الله لا يعطي العافية ما ريحته طالعة من كل محل هذا المدير العام، قال شو قلنا انه هذا عنده مصاري ما بتاكلها النيران، يبعث له حمى ان شاء الله. بعت لك حمى انت يا محلى المدير اللي قبله. إثارة تميرة تحكم وتتحكم بالمديرية. لك انا قديش شفت رجال بحبوا النسوان، بس واحد مثله نسونجي ابعد. ومو بس هيك، ثلاث سنين ما في معاملة مثيت الا اذا كان وراها مرة. خلص بقى يا جماعة خلصنا بقى، شيلونا من سيرته، هلا ما عاد نحكي غير بسيرته. هلا المهم قولوا لي مين حيكون المدير الجديد؟ لك ستي مين من كان يكون، بس المهم يكون استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم نسونجي. يعني ليش هو بيفهم بالنسوان؟ ولي على قامته شو حوبة وأحول كمان. تفضل استاذ مشان بدون الأوراق مشان. ولك شو بك عميت عيوني؟ عسى استاذ. بعدين شو الخط الفشكلات؟ شو الخطة؟ ما بدك تصلحي خطك؟ والترويسي وينها؟ ترويسي؟ لك ايه الترويسي وينها؟ ترويسي وينها؟ لمين بعت هالكتاب؟ ما بده ترويسي؟ ما بده ترويسي؟ خذي ارجعي مشان الله على طاولتك. ما بده ترويسي يلا بشوف بظبط هالكتاب. شو ايدك مسينة؟ راح مديرنا راح. عن جد راح؟ يا الف مبروك يا جماعة، مين كان يصدق؟ انه روح هذا المدير العام تبعنا، مين كان يصدق؟ الحمد والشكر لك يا رب العالمين، خلصتنا منه. يلا لا يردوا إلهي، الله لا يردوا، نص المديرية صارت بالسجن. سينا ايه خرب بيت العالم، الله يخرب بيته. صرنا نخاف من العازل من الموظف ومن المواطن، لك صاروا الموظفين يكتبوا تقارير اكثر من شغلهم. ليش في مواطن بيسترجي راجع مديريتنا؟ ما في معاملة مشيت لمواطن الا اذا كان هذا المواطن اخذ 18 موافقة من 18 فرع بالبلد. لك لو بس هيك نص مصيبة. ليش قليل قصة ترفينا هذا سامر تامر الله يذكره بالخير، شو كان حباب المسكين. لك راح نكت نكتة نكتة ما قصده شيء المسكين، قام صفقوا تقرير وقفوه عن الشغل وجاب اخرته فيها. المهم عرفتوا من هو المدير العام الجديد؟ امين ما كان يكون، المهم واهم شيء يعني انه ما يكون كتيب تقارير وجبان واحوال. انت ما تفهم شيء على شو حالك في حالك لك ما لك شو قصتكم عشان عم تتخانقوا ان شاء الله؟ اف هلا كل ما بيجينا مدير عام جديد بيطلع اخ بس من اللي قبله. طيب سؤالك احمد، مثل اخر مدير ما مر علينا يخرب بيته، لا بهش ولا بنش ولا بيفهم بشي، حتى بالنسوان ما بيفهم دائما نعسان. خلاص خربت المديرية، خربت وفلست وتبهدلت، بهدلت المديرية خلاص. مو بس هيك، ما عاد حتى التزم دوام ولا عاد في معاملة مثيت لك، ما في راتب انقبض مثل البثر، يعني هيك مثلت المديرية على السبحانية. ايه على الأقل ما حبس حدا مع انه أحوال. لك يا ريت وسواها، لك انتزمت وطلعت. ايه مو أحسن ما كل ثلاثة بالمديرية عملوا عصابي وهات يا نهب؟ بس وينك سامر؟ حدا منكم نعرف من هو المدير العام الجديد؟ ولك مين من كان يكون؟ المهم يكون رجال وصاحب قرار وصلى الله وبارك، شو بدنا غير هيك؟ كل كلمة حكيتوها وكل همسة مسجلة عنا هون حتى تتأكدوا انه غايتنا خدمة البلد وبس، قررنا نشارككم بالقرار. بدنا نحط مدير عام جديد وبدي اياكم انتوا اللي تختاروا. سيدنا المهم انه ما يكون بحب الروتين، والمهم كمان انه ما يكون نسوانجي وتنبل. ايه سيدنا، والمهم كمان انه ما يكون حرامي ولا يكون احوال، والمهم المهم انه ما يكون تبع تقارير وفروع والى اخره، ويكون رجل صاحب قرار. العمى فعلا ما بترقط وش. من وين بدي اجيب لكم هيك مدير؟ ها من وين؟ بستوردوا من المريخ؟
هي لا لا لا.